بداية موسم الشتاء وانخفاض درجات الحرارة وفي ظل أجواء سعيدة ومرحة، تجتمع الأسر في نزهات عائلية بالهواء الطلق، وتحتضنهم الحدائق والمتنزهات الخضراء بكل حفاوة وسعة، مقدمة لهم صوراً جميلة ومتعددة من أوجه الترفيه والاستمتاع، لترتسم على وجوه الأطفال تعابير البهجة والسرور، بالإضافة لما تحويه هذه المتنزهات من مرافق وخدمات مختلفة تهتم باحتياجات الصغار والكبار على حد سواء. تعد الشارقة من بين أكثر المدن العربية اهتماماً بالخضرة والتشجير، وتسخر الإمارة بالعديد من الأماكن السياحية للتنزه فيها خلال موسم الشتاء، كواجهة المجاز المائية والحدائق العامة المنتشرة في جميع أرجاء الإمارة، بالإضافة إلى المساحات الرملية في وسط الصحراء. ونظراً لجمال الجو الخارجي، تفضل العائلات قضاء أوقات ممتعة والتنزه في المساحات المفتوحة والواسعة. أصبحت الشارقة قبلة للزائرين والسائحين ولكل الباحثين عن الراحة والهدوء والاستمتاع بالطبيعة الخلابة، نتيجة لانتشار الرقع الخضراء وتوفير المتنفسات الترويحية لقاطن الإمارة وزائرها، حيث دأبت بلدية الشارقة منذ نشأتها ولا تزال بإنشاء العديد من الحدائق بأحياء الإمارة ومدنها المختلفة، إيماناً منها بأن هذه المتنزهات والحدائق تشكل رئة المدينة التي تتنفس منها وأماكن سياحية يأمها السكان والسائحون من كل مكان.